خلينا نروح لدبي ونشوف زميلتنا شيمة هناك وتطمننا على معسكر النادي الأهلي وما يدور داخل وكواليس معسكر النادي الأهلي. شيمة مساء الخير. مساء الخير يا شيك، واخبارك ايه؟ كله تمام، عاملة ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. ايه الأخبار عندك؟ الأجواء عاملة ازاي؟ حتى طمنينا في البداية على الجو، عامل ازاي عندك؟ هل درجة الحرارة عالية منخفضة؟ درجة الحرارة حلوة جدا، الجو طول اليوم حلو جدا، مفيش ولا برد ولا هو حر. كان النهاردة في تمرين الساعة 4:30 مساء بتوقيت دبي، وده إن شاء الله هتشوفوه معانا في الجزيرة بتاعت النهاردة. إن شاء الله. تمرينهم كان الساعة 4:30 مساء، خلصوا تمرين وطلعوا على الأوتيل، وهم دلوقتي قاعدين بيتفرجوا على ماتش المنتخب الأولمبي. الصبح كان ما عندهمش تمرين، لكن نزلوا عملوا تدريبات في حمام السباحة. وكان في فطار، فطار الصبح كان فيه، ما كانش بمواعيد يعني. وده كان اللي حصل النهارده، وان شاء الله. شيمة كمان، يعني بعيدا عن اللي بيحصل داخل المعسكر، سواء من اداء تدريبات فنيه او عايز اعرف الاجواء هناك عامله ازاي، يعني استقبال الشعب الاماراتي لبعثه النادي الاهلي. سمعنا وقرينا في كل المواقع والاخبار الحقيقه انه استقبال حافل جدا جدا، وفي حفاوه شديده جدا من النادي الاهلي ولاعبيه وجهاز الفني للنادي الاهلي. بصراحه الاستقبال كان مفرح جدا، واحنا في المطار قابلنا فريق كبير من براعم نادي اهلي دبي، قابلوهم بالورد وبالهدايا التذكاريه، ونادي اهلي دبي بعت لهم الباص الخاص بيه بيوديهم وبيجيبهم، وكمان جمهور النادي الاهلي حريص جدا ان هو يكون متواجد عند قدام الفندق، دايما مستنيين نجوم النادي الاهلي عشان يتصوروا معاهم ويشوفوهم. يعني الاجواء الحمد لله طيبه جدا، والناس مرحبه بشكل كبير جدا من النادي الاهلي هناك. جدا جدا جدا، وكمان إمارة دبي عاملة تنظيم كويس جدا للبعثة، بعثة كمان عربيات شرطة دايما بتساعدهم إن هم يوصلوا التدريبات في مواعيدها وبتفضلهم الطريق، لا يعني الاحتفال بيهم هنا. ألو، معايا شيمة؟ ألو، معايا. ألو، معاك. طيب، يعني الحمد لله واضح انه في استقبال الحمد لله كويس جدا، وكمان يمكن تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن عبد العزيز عبد الشافي من خلال القناه عندنا هنا انه الحمد لله كمان البعثه مرتاحه بشكل كبير جدا، سواء في الاقامه او الانتقالات او الملاعب التدريب متوفره بشكل جيد. جدا جدا جدا، كل حاجه ماشيه بطريقه منظمه جدا. وعايز اقول لك بس النهارده أو امبارح إصابات النادي الأهلي وصلت لخمسة، طبعاً عشان عارفين كابتن أحمد فتحي كان مصاب، وصالح جمعة كان مصاب، انضم ليهم امبارح إيفونا وأحمد الشيخ، وطبعاً بالإضافة لحسام حسن لاعب الصاعد. هل هيتم معالجتهم في المعسكر ولا هيتم نزولهم لمصر هنا للعلاج؟ هم دلوقتي بيتمرنوا تمارينات تأهيلية، إيفونا، صالح جمعة، أحمد الشيخ وأحمد فتحي، لكن النهاردة أحمد الشيخ تغيب عن التمرين وراح عمل إشاعة وما كانش موجود معاهم، لكن الجهاز الطبي طمنا إن هو إن شاء الله الإصابة هتكون خفيفة، هي التواء خفيف الركبة. الحمد لله ما فيش حاجه جامده، لانه امبارح يعني جمهور الاهلي قلق شويه على احمد الشيخ، ويمكن كانوا حاسين ان هو اتحسد شويه، لانه الفتره اللي فاتت كان ماشي بشكل جيد جدا في التدريبات والمباريات الوديه، وبالتالي تخوفوا انه يكون الاصابه فتره طويله. لا يا شيكو، ان شاء الله الاصابه تطلع حاجه خفيفه، والجهاز الطبي النهارده طمنا عليه. بشكرك زميلتي شيمة، وبشكرك طبعا على المجهود الرائع اللي بتبذليه هناك، وكل تمنياتنا للنادي الاهلي بمعسكر جيد ومعسكر مميز في دبي ان شاء الله، وهننقل لحضراتكم كل كواليسه ان شاء الله في الفتره القادمه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا.